أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في النصوص أن الله جل وعلا يخاطب الكافرين يوم القيامة وفي النار، فهم يسمعون صوته، هل يرونه في هذه العرصات؟ ما جاء أنهم يرونه، ما جاء أنهم يرونه، خاطبهم خطاب توبيخ وتعذيب، لا خطاب تكريم. لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، والعياذ بالله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.